من النفق ده فيتنام كسبت الحرب ضد اقوى واكبر جيش في العالم ضد امريكا. تحس ان انت ماشي في خندق نفق تاني تحت. ماشيين عادي جدا تدوس، مجرد ما يدوسوا هنا هوب بصوا الحديد عامل ازاي، مفيش هزار هنا. الافخاخ هنا مرعبه حرفيا، ويحطوا متفجرات يلمسها العدو ينفجر، الفيتناميين يطلعوا من الانفاق تاني ويحطوا قنابل تاني تحت الجثث. بتعلمنا درس ان المقاومه في الاخر بتنتصر حتى لو بعد فتره كبيره. احنا جوه الانفاق الفيتناميه اللي كسبوا بيها حرب امريكا. دايخ. How many meter more؟ مش عارف اروح فيه ومش سامع صوت حد، مفيش اي بني ادمين. تعال نخش من هنا. يومنا النهارده من جوه الانفاق الفيتناميه اللي استخدموها في حربهم ضد امريكا، اكبر واعتى الجيوش بعد الحرب العالميه كمان الثانيه، في غابه من الغابات المهمه في الحرب الفيتناميه. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا النهارده وناخد جولتنا ونتحرك من المدينه اللي احنا قاعدين فيها، ادعمونا كالعاده بلايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نفرجكوا على الانفاق وازاي الفيتناميين قدروا ينتصروا على الامريكان بحاجات بسيطه جدا ومقاومه بسيطه جدا جدا، بس استمرت لفتره طويله وكان عندهم ايمان قوي جدا ان هم ينتصروا في الاخر ويطردوا الاعداء. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. هنتحرك على طول، المسافه بعيده شويه فهنضطر ناخد الاتوبيس ده. هنقعد في الاخر نقعد هنا. المهم وقفنا استراحه سريعه، الناس دي كلها مصابه من ايام الحرب زي ما انتم شايفين، وعندهم بقى شويه مهارات حاجات بيعملوها هنا، كانوا اطفال ساعه الحرب الناس دي. واو طريق رهيب، كل دي كان فيها الحرب. الراجل ده قال كلمه حلوه قوي دلوقتي واحنا ماشيين في الطريق ورايحين الانفاق. قال ان كل الارض اللي حواليكوا دي فيها حد مات، ليها حرمه، حرمه المكان. بنقدرها واحنا ماشيين على التربه دي، ان في حد هنا في يوم من الايام مات عشان يحرر الارض دي. طيب احنا جوه قلب غابه، تمام. الغابه دي بقى ممتده حوالين سايجون. سايجون دي المدينه الكبيره قوي اللي احنا جينا منها، واللي بعد الحرب بقى اسمها هوتشمين سيتي. هوتشمين ده هو اول واحد جه في الجنوب وقال لهم يا جماعه في ايه، الاحتلال الفرنسي ده ايه ظروف وعايزين نطلعه من هنا. مش هحكي قصه التاريخ بالكامل، لكن فيتنام ساعتها كانت محتله من الفرنسيين وكانوا مسيطرين عليها. الشيوعيين كانوا يحكموا اجزاء من فيتنام، لكن جه هوتشمين سيتي ده اسس جماعه كده قال لك احنا هندافع عن فيتنام واحنا هنخرج المحتلين من ارضنا. وبالفعل هرب للشمال واسس المكان بتاعه وبدا يحارب ويضرب كل الجنود الفرنسيين بدون خوض تفاصيل. في ناس كتير جدا جدا اتكلمت على الموضوع باستفاضه. الدحيح عمل حلقتين اقوياء جدا جدا جدا، لو حد عايز يعرف التاريخ بتاع فيتنام بالظبط يخش يتفرج عليهم. المهم هنكمل بقى القصه واحنا ماشيين، هنفضل نحكي لكم كل شويه حته عشان ما نزهقكوش، بس برضو مش هنخش في التفاصيل قوي. يعني احنا جايين نتفرج على النفق اللي منه الناس دي كسبت الحرب، ده هدفنا. هقول لكم حاجه جميله كانوا بيعملوها الفيتناميين، ان هم الاسلحه الامريكيه اللي كانت بتقع وما تنفجرش كانوا بياخدوها يعملوا لها ريسايكل ويعملوا بيها كماين للامريكان. يعني كل ده جمعوه اللي ما انفجرش منه وخدوا منه البارود وخدوا منه كل حاجه واستخدموه ضد الامريكان بالظبط. كل الحاجات دي، كل دي اسلحه امريكا. بصوا عامله ازاي؟ كل دي الأسلحة اللي استخدموها أثناء الحرب. واو حوار، عاملين حوار، قصة كبيرة. في زيارة سريعة، أوف. خش يا باشا أودي على الأنفاق بقى، داخلين الأنفاق. طبعا كان عندهم أكتر من 250 ألف كيلو متر تحت الأرض، تمام؟ فاتحين جزء بس ما بين قريتين للسياح يقدروا يمشوا ويعدوا من خلاله. فاحنا دلوقتي بجزء منهم، كان كل حاجه تقريبا تحت الارض معاهم، اكلهم شربهم نومهم تصنيع الاسلحه كله كان تحت الارض. كانت فكره عبقريه بصراحه، والامريكان
رغم قوتهم ورغم جبروتهم ورغم كل التكنولوجيا اللي هم فيها ما قدروش يعملوا اي حاجه. ثانك يو. دوني بادج شكله حلو. مكتوب ايه؟ مش عارف مكتوب ايه بصراحه. اوه والراجل اللي طالع منين يا جماعه؟ واو بصوا بقى التراب عامل ازاي؟ ماشيين عادي جدا، تدوس مجرد ما يدوسوا هنا هوب. بصوا الحديد عامل ازاي؟ مفيش هزار هنا. دايما وهم ماشيين في افخاخ حواليهم في كل مكان. ماشيين على ارض عاديه يدوس يلاقي اسياخ زي كده تحت رجليهم على طول. استخدموا الطبيعه في صالحهم اقوى استخدام. هم عايشين في غابات وحافظينها كويس، فبداوا يستخدموا كل ده في محاربه الجنود اللي جايه مش عارفه حاجه عن الطبيعه. بص الغابات عامله ازاي؟ انفاق، انت ماشي على الارض كده انت مش في امان. ده نفق تاني يا جماعه، بصوا عامل ازاي؟ بصوا عامل ازاي؟ متخيلين؟ ده نفق ينزل طينه، دي طينه. بصوا الطينه عامله ازاي؟ يعني ممكن تخش تدفن عليك. ده نفق تاني كانوا بيستخدموه في الحرب، ووراهم الطينه اللي ورا دي، فمعاهم السلاح ويبداوا يحاربوا في الاتجاه ده في الغابه، تمام؟ وبعد ما بيخلصوا الاسلحه اللي معاهم وكل المدافع يبدا ينزل يهرب من هنا، ده بيوصله للنهر يروح الناحيه التانيه. دي حاجه. الحاجه التانيه، الجثث بتاعه الجنود الفيتناميين كانوا بياخدوها بالليل لما الامريكان بقى او الامريكان يوقفوا ضرب ويوقفوا دنيا والدنيا تهدى بالليل، يخشوا يجيبوها ويعدوها من هنا للنهر وكمان يدفنوها الناحيه الثانيه من النهر. دي هنا كانت من الارض اللي كان فيها معارك كتير جدا جدا جدا، وزي ما انتم شايفين كلها انفاق. طبعا هم مأمنين ومنظفين الدنيا لان كان في بقايا حرب مهوله وما زالت موجوده لغايه النهارده في الغابات، فهو قال لك ما حدش يطلع من التراك اللي احنا ماشيين فيه ده، الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده ما حدش يطلع منه. بصوا نفق تاني، ده مدخله وبيبقى متغطي من هنا بالكامل بالعشب بتاع الغابه، وفي منها زي ما قلت لكم مفخخ، يبقى هنا عشب تدوس عليه تلاقي مسامير تحتيه ينزل الجنود يموتوا على طول. فكره عبقريه بصراحه. والنهارده بعد شوفوا كام سنه، بعد 30 سنه من الحرب تقريبا، بنستخدمها النهارده تاني، الفكره العبقريه في المقاومه ضد المحتل الصهيوني. عايز اقول لكم احنا في نهايه الهوتشمن تريل. ايه الهوتشمن تريل ده؟ هوتشمن ده الراجل اللي هو جيش راح الشمال وعمل المحاربين الفيتناميين المتمردين على الفرنسيين الاول، وبعد كده كملوا حربهم ضد امريكا، تمام؟ تريل ده عملوه جوه الجبال من الشمال للجنوب 2000 كيلو متر مرورا بلاوس اللي جنبهم، فكانوا يقدروا يخشوا لاوس ويقدروا يخشوا على فيتنام من انفاق ومن الغابات، محدش كان يقدر يشوفهم. فالنفق ده واحد من الانفاق اللي واصله في نهايه التريل او الممر الهوتشمن تريل، نهايه الهوتشمن تريل، المنطقه كلها اللي احنا واقفين فيها كلها افخاخ، ما تقدرش تحدد انهي نفق بدايته فين ونهايته فين. الفيتناميين بس اللي كانوا يقدروا يعرفوا انهي النفق الحقيقي من النفق اللي هو عباره عن فخ للامريكان في اثناء الحرب دي. الافخاخ هنا مرعبه حرفيا. ممكن تلاقي نفق مفخخ بجرنيد او متفجرات، فزي مثلا هنا يغطوه ويحطوا متفجرات. يلمسها العدو ينفجر المكان كله. مش بس كده، بعد ما الجثث تبقى موجوده حوالين المكان بيجوا الفيتناميين يطلعوا من الانفاق تاني من هنا وهنا 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 ويحطوا قنابل تاني تحت الجثث، فاللي يجي ينقذها او يشيل الجثث تنفجر فيه مره تاني. فبيحاربوا حرب قويه، وفعلا الامريكان كانوا في حاله رعب وفزع غير عاديه. الفيتناميين كانوا بيحاربوا بكل ضراوه وقسوه وقوه، وكمان عندهم نقطه مهمه جدا هي ان هم مؤمنين بالقضيه بتاعتهم، مؤمنين ان المقاومه في يوم لازم تكسب ولازم تنتصر، لان هم اصحاب الارض وليهم حق في الارض اكتر بكتير من المحتل اللي جاي بس يرمي قنابل وقعت الجيوش ما قدرش على عزيمه الفيتناميين. عاملين تفجيرات جوه الغابه مش طبيعيه، يحسسك الاجواء فعلا كانك في الحرب. سامعين؟ تخيل انت عايش بقى في غابه الامريكان بيقصفوها كل يوم باطنان من المتفجرات. تخيل بقى انت مش في غابه، انت في مدينه والاعداء والمحتلين
بيقصفوها كل يوم بأطنان من المتفجرات. ايه الاحساس وايه الشعور؟ احنا ماشيين عادي دلوقتي كل شويه تفجير، انت بتتخض. تعال احكي لكم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، هي الناس دي كانت بتتنفس ازاي تحت. بصوا هنا، كانوا بيجيبوا البامبو اللي هو الشجر بتاعهم المدور ويعملوا بيه تنفيس للنفق. فشايفين المنظر ده، ويجي من تحت يروح عامل ماسوره زي كده فيها البامبو، كل حاجه من الطبيعه بيستخدموها عشان يقدروا ينجو ويسيرفايفوا تحت. الامريكان عرفوا القصه دي وبداوا يجيبوا كلاب بوليسيه تشم مكان البامبو الحقيقي من اللي مش حقيقي، تمام؟ وبداوا يحطوا كيميكالز يقتلوا بيها الناس تحت الانفاق. لكن برضو الفيتناميين صايعين قوي، عملوا ايه؟ قال لك يا باشا طيب احنا هنطلع بالليل نخطف لنا كام واحد امريكي، نقتلهم، ناخد هدومهم نقطعها حتت صغيره، مع نحط معاها شويه بهارات ونرميها حوالين الفتحات دي، فالكلاب لما تيجي الصبح ما تبقاش عارفه هي الريحه دي بتاعه الامريكان اللي هم ماشيين معاهم ولا بتاعه الماسوره اللي عاملينها للتهويه تحت الارض. بصوا احنا ماشي عادي في الطبيعه، يعني دي غير المكان اللي هناك اللي معمول. بص الطبيعه اصلا صعبه، صعبه جدا، غابه طينيه ممطره بمطره رهيبه طول الشتاء. وهنا طبعا هنا تروبيكال، ما فيش شتاء وفي وقت مطير وقت مش مطير. فزي ما انتم شايفين الغابه مرعبه فعلا. بصوا دي كده لوحدها في النص. فاستغلوا كل ذره حاجه في الطبيعه عشان تشتغل معاهم في الحرب بتاعتهم. انواع مختلفه بقى من الترابس. عايز اوريكم حاجتين لفتوا نظري في التراب اللي هم بيعملوه. دي كانوا بيعملوها يحطوها فوق الشجر ويقعوها على الجنود من فوق، ودي الرولينج دي كانوا بيحطوها في الانهار، فالامريكان يجوا يعدوا النهر يدوسوا على دي. وفي واحده تانية اعتقد دي دي كانوا بيحطوها في حقول الرز، حطوها في حقول الرز يجوا يمشوا الناس تموتوا. كانوا بيحطوا كيميكال سامه على السنون دي. فكانوا زي ما قلت لكم كانوا بيستخدموا كل حاجه تخطر على بالكم ضد العدو بتاعهم، ضد العدو الامريكي. يا شباب نزلت تحت في العمق. يلا نشوف ايه اللي بيحصل تحت. ده مكان كان بيبقى موجود شبهه جوه الانفاق عندهم، بيصنعوا فيه الاسلحه. بيعملوا ايه؟ بيجمعوا الاسلحه اللي وقعت من الامريكان زي ما انتم شايفين، وبعد كده يبداوا يفرغوها من البارود اللي فيها بطريقه ما بدائيه جدا، وبعد كده يبداوا يعملوا منها المدافع والقنابل والتراب بتاعتهم. دي صوره من الصور اللي كانت بتحصل زمان، وزي ما انتوا شايفين دي كل الاسلحه اللي كانوا بيجمعوها من الامريكان. كانوا بيحطوا دي كمان تراب يمشوا عليها تنفجر فيهم كلهم. قصه ملهمه جدا جدا، الحرب الفيتناميه ملهمه لان هي بتعلمنا درس ان المقاومه في الاخر بتنتصر، حتى لو بعد فتره كبيره، حتى لو بعد فترات طويله، لكن الاصرار والعزيمه وحبك لارضك هو اللي في الاخر اللي بينتصر. مدافع بقى اللي كانت بتستخدم، مدافع اللي كانت بتستخدم جزء منها. تعالوا نحط السماعه دي، دي مش سماعه، دي بروتكشن عشان الودن، كانتش موجوده زمان دي، الناس كانت قاعده في الحرب دب 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 وخلاص. المهم هنا الناس بتخش تتدرب على، مش تتدرب، تجرب تضرب نار الناحيه الثانيه. تعالوا اوريكم كده بصه سريعه. تقعدوا في العربيه تاخدوا سلاح تضربوا الناحيه الثانيه، هنا نفس الكلام، حطوا سلاح وتبدا تضرب على الاهداف بتاعتك هناك. عاملين تجربه بصراحه رهيبه ومختلفه. صوت ضرب النار بجد مرعب، ما بالك طيارات بتضرب مدنيين. الاحساس ده يعني ربنا يحفظ كل الناس وربنا يحفظنا جميعا. انا يعني انا عايش في الحياه كل اللي انا شايفه
بقارنه باللي بيحصل في الأرض المحتلة فلسطين. يا رب يا رب تتحرر قريب، يا رب يا رب نبقى عايشين اليوم ده اللي نشوف فيه الأرض بتتحرر. يا رب. صعب صعب مرعب يعني والله، يعني رغم ان هو لعب وانت حاطط بتاع على ودنك، مرعب، صوت مرعب. تخيل انت عشان تطبخ لازم تطبخ الساعه 5 الصبح بس عشان الدخانه اللي طالعه تبقى شبه الشبوره، فالهليكوبتر الامريكي ما تقدرش تميز ده ايه، يعني هل ده ناس بتطبخ ولا ده الضباب اللي موجود او الشبوره اللي موجوده من السحاب بقى ومن الجو عادي. فتخيل انت بس لو ما طبختش الصبح 5 الصبح دي خلاص مش هتاكله طول اليوم. حاجة صعبة برضو شوية. هنا بقى بيوريك ازاي بيحفروا الانفاق، بيقول لك 4 بيحفروا النفق، نفق زي كده 2 جوه و2 بره، اهو بينزل دي، التاني يحفر بايديه وبعد كده يحطها في البتاع ده يطلعها يسحبها فوق، التاني ياخد منه ويروح يرميها في النهر او يرميها في مكان قنبلة كانت منفجرة فيه، تمام، ويحفر 10 متر ويطلع. بس هي دي المهمة، ينزل يحفر 10 متر ويطلع ويغطي الفتحة الجديدة اللي هو عملها دي، وبعد كده يعمل بقى فتحة جديدة او يفضل ماشي بقى من مكان لمكان ويحط شجرة مكان المكان عشان يبقوا عارفين هو. يلا بينا، شكلها ننزل نفق ولا ايه؟ نفسي انزل نفق بصراحة من الانفاق دي. انا عندي مشكلة مع الاماكن المغلقة بصراحة، بتخنق منها شوية. هنخوض تجربة مختلفة دلوقتي، هنخش نفق من الانفاق هم سايبينها تمام، بس احجامها مختلفة، يعني في نفق كبير شوية وبعد كده بيضيق مع الوقت، ممكن تطلع بعد 10-15 متر، ممكن تطلع بعد 30 متر وبعد كده 40 متر وبعد كده 100 متر لو تقدر تكمل لحد 100 متر. ففي انفاق خروج كتير. انا ما بحبش الاماكن المغلقة، بس تجربة لازم تتخاض ولازم تتعمل بصراحة، خصوصا الانفاق دي معمولة يدوي زمان، اكيد دلوقتي مأمنينها شوية عشان ما تقعش على الناس، لكن ما زالت. اوه لا لا صعبة صعبة صعبة. See you on the other side. لا بص يا جماعة، المكان المكان صعب. You going? You going there? Good thing we were the first ones. Yeah. يلا بينا احنا نجرب. شباب طلعوا خرجوا. اوه المكان ده قوي، ايه ده؟ بجد ايه ده؟ بص منظر. اوه نفق تاني تحت. احنا جوه الانفاق الفيتناميه اللي كسبوا بيها حرب امريكا وخلصوا عليهم. المكان مرعب وانا مخنوق لان انا اصلا بتضايق من الاماكن المغلقه. بصوا المكان عامل ازاي، بصوا المكان عامل ازاي. طبعا بقى هم حاطين اضاءه ومنورين ومظبطين الدنيا شويه، لكن فعلا المكان صعب. طيب انا الناس اللي انا معايا سابوني ومشيوا، عايز الحق انزل بسرعه. اوف مقفول من هنا، نطلع من الناحيه الثانيه. يا نهار ابيض على مالي بيك، اقعد مالي. انا مخنوق بجد مخنوق، دي بتاعت التهويه. يا رب الاقي المخرج. اوف مخنوق. ده نفق، ده نفق كمان من هنا. يا نهار ابيض ازاي ازاي كانوا عايشين في الانفاق دي؟ ده نفق كبير، متر تقريبا 80 سنتي حاجه كده. احنا جوه الانفاق بتاع فيتنام اللي كسبوا بيها حرب امريكا. بص الدنيا عامله ازاي. طبعا مفيش حاجه بقى، الدنيا كحل، الجو حر قوي ورجليها وجعتني قوي. انا لسه مكمل، شكلي تهت ولا ايه؟ بصوا حاجات مقفوله وحاجات تحت حاجات. الجو صعب صعب جدا. يا الله بصوا ده مخرج، انا هخرج من هنا بصراحه خلصان مش قادر. ده مخرج ولسه فيه دور تحت تاني يوديك على نفق تاني.
تعالوا نخرج عشان بجد انا هلو جمهور دايخ. How many meter more? 16, 100. But that's also smaller. This 30? You need to follow your group. Follow your group. Follow my group. Yeah. Yes. They go out. They go out here. So I go from here. Or from here. 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 Yeah, here. Ayo, alhamdulillah. لازم تكمل. يا عم كمل ايه بجد؟ انا مش مصدق ان انا خارج بالسلامه. اوه وير از ماي جرو ذس واي. ثانك يو مان. يا الله ايه ده؟ ايه التجربه دي؟ تجربه صعبه جدا. تخيل ناس عايشه بقى في ده. يا نفق تاني خروج انفاق ملهاش عدد. ده اللي هم ايه مزبطينه وسايبينه عشان الناس تتفرج وتتعلم من اللي حصل. شبكه انفاق مئات الكيلومترات، حاجه يعني مش ممكن. سامحوني انا خارج خلصان ومش لاقي الجروب بتاعي. تري تري والله مش لاقي الجروب. انسب حل يا جماعه لازم تطلعوا مع جروب يامنكم ويفضل ماشي معاكم. ثري ثري سابوني ومشوا. والله مش عارف انا فين. انا تهت في الغابه بجد. اه والله تهت في الغابه. الجايد اللي معايا تهت منه. بصوا في طريق تاني، طريق هنا. خرجت من النفق ما لقيتش الناس، مش عارف اروح فين ومش سامع صوت حد، مفيش اي بني ادمين. تعال نخش من هنا. هو انا سامع الطريق كده كده، فانا في غابه اه بس في طريق انا سامعه. اوي تي شاي. It's really good. Yeah. شربنا الشاي ماشيين في الغابة جولة ولا أروع ولا أروع بجد. جو حر وصعب يعني، كان لازم الأمريكان يخسروا هنا بصراحة. هتعملوا إيه في وسط الناس دي؟ طبيعتهم كده، هم عايشين هنا ليل نهار مع التعابين وفي كمان حيوانات كتير، حشرات كتير ضارة ومضرة، هم عايشين في وسطيها وفي قلبها. بص الغابات عاملة إزاي؟ دي الممهدة يعني، دي غابات ممهدة للناس تزورها تمشي فيها. فما بالكوا جوه الغابة الدنيا عاملة ازاي؟ يعني ما بالكوا جوه الغابة بجد الدنيا عاملة ازاي؟ الوضع صعب. يا جماعة عايزين نشكر تري الجايد بتاعنا. ثانك يو سو ماتش. كابون كامون 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 ثانك يو سو ماتش. شكرا ليك بجد، من اجمل الناس اللي ساعدتنا فعلا في الرحلة. والرحلة دي لازم يبقى معاك جايد، لان انت بتخش في حتت وبيقعد يشرح لك حاجات كتير جدا، ومفيش حد بيبقى ماشي لوحده، انت بتمشي من نقطه لنقطه لنقطه. فثانك يو سو ماتش، شكرا ليك. وان شاء الله ان شاء الله اي حد عايز الواتساب بتاعه هسيب لكم رقمه تحت في الديسكريبشن، تواصلوا معاه وطلعوا معاه الرحله هتعجبكم جدا 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 جدا. خرجنا وبكده تبقى خلصت جولتنا في الانفاق الفيتناميه، وعرفنا بعض القصص والحكاوي عن الحرب الفيتناميه الامريكيه. واللي عايز يعرف معلومات اكتر يقدر يدور على حاجات دوكيومنتري، بس انا حبيت افرجكم بنفسنا الجو والاجواء والغابات كان شكلها عامل ازاي، وده اللي شفناه النهارده. ودخلنا حتى بعض الانفاق تعتبر مجهزه شويه، لكن دخلنا بعض الانفاق وشفنا الحياه وصعوبتها كانت عامله ازاي على الفيتناميين طول الفتره بتاعت الحرب دي. شكرا ليكم وعلى متابعتكم لفيديو النهارده، ويا رب يا رب يا رب نشوف أرضنا هي كمان محررة زي الأرض الفيتنامية. أشوفكم على خير، ما تنسوش الفولو. أشوفكم في حلقات جديدة. سلام.